أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. أمطار تحت وقع الرعود كانت معتبرة تساقطت على الجهة الغربية وخاصة على المرتفعات وحتى على شمال الصحراء، منطقة الثورة والصحراء الوسطى. سجلنا على سبيل المثال 40 ملم، وهذا بحصير مل، وحيث مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما استمرار لتساقط أمطار، تحذير من درجة ثانية، وهذا على ولاية نعامة، البيض، لغوات، غردية، جنوب ورقلة وشمال ولاية إليزي إلى غاية صبيحة الغد إن شاء الله. أما عن حالة السماء، إذا حركة السحب ضمن التيار الجنوبية غربية، سحب انتشرت وعلى كافة المناطق الشمالية وخاصة المرتفعات والهضاب، أكثر كثافة على شمال الصحراء، الصحراء الوسطى، مناطق الجنوب الشرقي. خلال هذه الليلة أمطار معتبرة وتحت وقع رعود ستتساقط على الولايات المذكورة. إذا خلال يوم الغد تحسن في حالة الطقس على المناطق الشمالية في انتظار الصورة، كما قلت تحسن في حالة الطقس على كافة المناطق الشمالية، لكن رغم ذلك سحب ستنتشر على السواحل وحتى على المرتفعات، أكثر كثافة على الجهة الشرقية، احتمال سقوط بعض القطرات من الأمطار، أمطار على شكل زخات رعدية إن شاء الله، أحيانا معتبرة على شمال ولاية طمن رست وحتى على جنوب ولاية إليزي. هنا الأمطار تحت وقع الرعود، وتبقى السماء الصافية إلى قليلة الغيوم أقول على شمال الصحراء ومنطقة الواحات. درجة الحرارة خلال هذه الليلة في انخفاض دائما، وهذا المرتفعات، درجة الصفر كدر مقياس على سطيف وحتى على باتنا، مقاييس ما بين 6 درجات لغاية 8 درجات على السواحل، 13 درجة هذا على كل من أدرار وتندوف، 22 درجة على أقصى الجنوب. خلال الظهيرة الغد درجة الحر القصوى دائما منخفضة وخاصة على الجهة الشرقية والهضاب، 13 درجة كدير مقياس على المشيرين عامة والبيض والسعيدة وحتى على باتنا، 14 على السطيف، 15 درجة على الجلفة وحتى على تيزي وزو والبويرة، 17 هنا بالعاصمة وحتى على السواحل الشرقية، تقريبا نفس المقياس على غردايا، 19 على حسيم سعود وورقلة، 36 درجة على مقياس على أقصى الجنوب. أما البحر يوم الغد هناك تحسن على الجهة الشرقية وحتى على المناطق الوسطى، رغم ذلك بحر مضطرب على الجهة الغربية، رياح دائما قوية تصل 50 كيلومتر في ساعة على السواحل الشرقية، لكن معتدلة إلى ضعيفة تماما على الجهة الشرقية. والبقية تقول دائما ضمن التيار الجنوبية غربية، سحب ستنتشر على كافة المناطق الشمالية لكن أكثر كثافة على الجهة الغربية، لكن تحسن على المناطق الجنوبية. يومي السبت والأحد إن شاء الله دائما السحب ستلتحق على المناطق الشمالية، أكثر كثافة على المرتفعات، احتمال لسقوط بعض الأمطار حتى على المناطق الساحلية الوسطى أواخر النهار، وهذا خلال نهاية الأسبوع. أما يوم الأحد بحول الله السحب ستزداد كثافة على الجهة أقول الشمالية الغربية والوسطى. أما عن درجات الحرارة في استقرار، عن وقت شروق الشمس اليوم الغد بحول الله سيكون في حدود 46 دقيقة. ودائما لأكثر تفاصيل عناوين مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة، شكرا على المتابعة، في أمان الله.